بس هنذبح ايه؟ بطيخه. بس يعني قلت ايه اتسلى معاكم في تقطيع البطيخه. وهنجيب بقى السكينه ونسمي. انا الحقيقه بحب اقطع البطيخه بالطريقه دي، مش عارف اذا كانت لونها كويس ولا لا، بس عموما الالوان دي عزيزه علينا كلنا، الاحمر والاخضر والابيض والاسود. ربنا ان شاء الله يفك كربهم. من احلى الالوان دي بالنسبه لنا ومن اعز الناس.